سنراجع اليوم كيفية طبخ العدس القومي أو الهندي، وهناك طرق مختلفة ووصفات عديدة. سأعلمكم اليوم وصفة جدتي. فأولاً، ماذا نحتاج من الأدوات؟ حلة ضغط صغيرة، مغرفة، وهذه مقلاة لعمل التركة. ستقطعون المكونات، عليكم أن تكون لديكم لوحة تقطيع وسكين. فنحتاج عدس أصفر الذي يسمى في الهند تورني دال، حوالي كوب صغير أو 100 غرام، بصل مقطوع إلى شرائح ليست صغيرة جدا لحوالي بصلين، ثم نحتاج طماطم أيضا 3 مقطوع إلى شرائح طويلة، لا يهم كيفية التقطيع جدا هنا. ثم نحتاج حوالي 10 فصوص من الثوم، فلفل أخضر حسب المذاق، كركم وملح. ثم للتركة سنحتاج سمن بلدي يعني جي، أوراق الكاري، هذه صغيرة جدا لأن أنا أزرعها في بيتي، إن اشتريتموها من الخارج ستكون كبيرة، فنحتاج لها حوالي 10 أوراق. ثوم أيضا حوالي 7 فصوص، لكن الآن لهذه التركة نحتاجها مقطوعة لدوائر. وأخيرا كزبرة خضراء مقطوعة. أنا علينا أن نغسل العدس حتى يصبح الماء شفافا، مرات ومرات جيدا حتى يصبح الماء شفافا. انظروا مرة أخرى، نأخذ العدس ونغسله تماما. مرة أخرى انظروا كيف يصبح الماء شفافا. ونملا العدسة، انظروا كيف أصبح الماء شفافا. نشعل النار على نار عالية. أول شيء نضعه في الحلة العدس بالماء، ثم نضع البصل، ثم نضع الطماطم، ثم نضع الثوم، ثم الكركم والفلفل الأخضر وقليل من الملح، ونمزج جيدا. ونغلق الحلة ونضع الصفارة وننتظر حتى تأتي حلة الضغط وتعمل 3 صفارات. الصفارة الثالثة والأخيرة. الآن نغلق النار وننتظر حتى تبرد الحلة ثم نفتحها. ونمزج المكونات جيدا. الآن نأتي بالمقلاة الهندية
وإن ليست لدينا نضع السمنة في حلة أخرى ونضع عليها الثوم وأوراق الكاري وننتظر. عندما يتحول الثوم إلى لون ذهبي نضيف العدس المطبوخ على السمن البلدي كلها تماما، ثم نمزج جيدا ونذوق. إن يحتاج ملحا طعمه رائع. الآن نقدم العدس في طبق التقديم ونزينه ببعض من الكزبرة المقطوعة، وبالصحة. مع السلامة.